صباح الورد مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم معنا في الحصه الجديده من برنامج كيف الحال. اللي غنتكلموا فيها اليوم على موضوع من المواضيع اللي كتدخل في التطوير الذاتي للانسان، من الاشياء اللي تنصلحوا في نفوسنا باش تكون حياتنا افضل، وهي النيه والقصد اللي كيسميوها باللغه الفرنسيه لانتونسيون ولا لو بوفوار دو لانتونسيون. غادي نتعرفوا اكثر على شنو هو هذه القوه والطاقه ديال النيه والقصد مع كوتش ربيعه غرباوي. صباح الخير كوتش ربيعه. صباح الخير عزيزه. كتجبينا ديما شي مواضيع اللي غابره بزاف ولكن اللي هي مفيده جدا يعني للانسان، لانه ما يمكنناش نغيروا ما حولنا وحياتنا الا ما غيرناش نفوسنا. كوتش ربيعه، هنا لو بوفوار دو لانتونسيون او النيه والقصد عندهم قوه وعندهم طاقه على الانسان، شنو تقصدوا بهم بالضبط؟ راه بزاف الناس عزيزه ملي تيعيطوا لنا في الراديو وداك الشيء تيقول لك راه كنبغي ندير شي حوايج وخا نخدم عليهم بزاف ما نقدرش نكمل، علاش؟ هنا فين انا وياك قلنا غادي نخدموا على هذا الموضوع هذا. المحور الاساسي ديال باش كنوصلوا للاهداف ديالنا اولا باش ولا اللي كيأثر على الحياه ديالنا وغادي نقول كيفاش، هي طاقه. حنا كانسان طاقه، وفي الداخل ديالنا كاينه واحد الطاقه. هذه الطاقه شنو اش كتسنى؟ كتسنى الاختيار ديال التوجه ديالنا، هي كاينه موجوده وكتسنى الاختيار التوجه. شنو هو التوجه؟ يا اما هدف بغيت نوصل ليه، وداك الهدف يقدر يكون ايجابي يقدر يكون سلبي. الطاقه اللي في الداخل ديالنا ما كديرش الفرق ما بين السلبي والايجابي، فين ما ديتيها تتمشي معاك. ديتيها الحاجه المزيانه تتخدم معاك في الحاجه المزيانه، ديتيها مع الحاجه الخايبه تتمشي معاك في الحاجه الخايبه. هنا واحد القصه ديال تنعاودوها تنحكيوها بوغ اكزومبل كمثال، تقولوا بان الانسان في الداخل ديالو كاينين جوج دولو بحال الديب، جوج. واحد وعايشين معانا، واحد الاستاذ الطالب ديالو سولو قال له ولكن الا عايشين معانا كيفاش غادي نديروا تيبقاو عايشين واحد خايب وواحد مزيان كيفاش غير؟ قال لي هذاك اللي غيبقى عايش معاك هو اللي غتوكلو، هذاك اللي ما غتوكلوش راه هو اللي غيموت. داك الديب المزيان كلتيه مزيان غيبقى معاك، والخايب غيموت، ولاك الخايب كلتيه مزيان راه المزيان هو اللي غادي يبقى غيبقى والمزيان غيموت. اذا ديك الطاقه حنا اللي تنخدموا عليها باش تنوجهوها اصلاح الذات، الاصلاح الذات ديالنا باش نعرفوها فين كتوجه. غير هاد الطاقه ديالنا تقدر بعض المرات تتلعب لنا ادوار، وهنا فين تندويو على هذيك على لانتونسيون اللي تتكون بوزيتيف وتقدر توصلنا الاهداف ديالنا او ما توصلناش، لان الطاقه عندها تاثير على العالم الخارجي. والمثال اللي قلنا لانتونسيون الا سمحتي، بقينا انا وياك تنقلبوا على الترجمه ديالها. ما تقصدوش بها بالذات النيه بحال النيه الحسنه ولا النيه السيئه، لا ما تندويوش على النيه الحسنه. القصد، هذاك القصد اللي يقدر يبدل لك حياتك كلها على حساب النظره فين انت موجهه. ندوي على واحد التجربه ديال واحد العالم اللي دار واحد ليكيب دو باسكيت تيلعبوا ياك، وخدا واحد الفئه ديال الناس وقال لهم غادي تحسبوا لي الضربات الفريق الابيض والفريق الاسود. نتوما غتحسبوا الضربات ديال شحال من واحد الباسكيت ضرب قص الكره، وانتوما غادي تشوفوا شحال ديال الفريق الاسود. ملي سلاهم فريق تيقول داك الابيض 13 ضربه، الاخر تيقول 14 ضربه، ومزيان مزيان 13 14. ولكن واش لاحظتوا بان ملي كانوا الفرق تيلعبوا، واش لاحظتوا واحد الشخص داز، واحد الغوريلا داز وسط الماتش كلشي قال لك لا ما شفناهش. ملي عاود لهم الفيلم فعلا بان هذاك الغوريلا دايز على خاطره، والفئه الجوج ديال الفئات حتى واحد فيهم ما شافوا. علاش؟ لان القصد ديالهم في الكرة. كان في الكره. اذا في الحياه ديالنا اش تيوقع؟ فيما حطيتي القصد ديالك الطاقه ديالك تتمشي، والحوايج الاخرين ما تيبقاوش يبانوا. الانتباه، الانتباه هي اكثر من الانتباه. انا ما استعملتش كلمه الانتباه، ماشي انتباه، شي حاجه اقوى من الانتباه. عزيزه ملي كتبغي تشري شي طوموبيل مثلا، اش كيبدا يبان لك في الزنقه؟ الماركه اللي بغيتي، الماركه اللي بغيتي. كتبغي مثلا تكري دار او تشري دار، اش كيبدا يبان لك؟ البيع للكراء. يعني هنا كاينه واحد الطاقه اللي تتبدا تبين لينا داك الشيء حنايا اللي باغيين نشوفوه. كيوقع ان سيستم دو سيليكسيون، واحد الانتقاء في الدماغ ديالنا اللي كتخلي داك الشيء الاخر كله ما تيبانش،
والحاجه انت اللي مدور عليها الطاقه في راسك هي اللي كتبان. وهنا يقدر يكون بالنسبه لنا حاجه مزيانه او حاجه خطيره. علاش؟ علاش؟ لان نتخيلوا انسان الطاقه ديالو كلها سلبيه، اش غيبقى يبان ليه في الحياه؟ الحروب والكوارث الحروب والكوارث والمشاكل. نعم ياك، الا كانت الطاقه ديالو ايجابيه غادي يبدا يبان له غير المسائل الاشياء الايجابيه. غير لان فعلا بعض الناس تقول لك ملي كتستهدر لهم على شي حاجه خايبه تقول لك الناس خايبين، تقول لك لا انا كنشوف غير الناس مزيانين، او لا العكس، او لا العكس كلشي خايب كلشي. اكزاكتومون. دارت تجربه ثانيه عزيزه راه كاينه في الانترنت ديال واحد ديال ان جو دو ماجي ديال لي كارت. نعم. كيبقاو قلبوا لك لا كارت كيقول لك القى هذه القى. نعم. وجابوا واحد مجموعه ديال الناس وقالوا لهم فوالا دابا ها هو غادي نقول لكم تبعوا مع هاد لو ماجيسيان مع هاد اللاعب ديال لي كارت وقولوا لنا فين هي كيفاش تدار تخبى ديك لا كارت. دونك الناس بقاو كلشي متبعين. كاينين اللي لقاو نتيجه في الاخر، كاينين اللي قالوا اه وي انا حقت به راه دارها هنا ودارها هنا. ولكن ملي سولوهم وقالوا لهم واش رديتوا البال خمسه ديال التغييرات اللي كان في هاد الفيلم، حتى واحد ما لقاهم. الوغ كو ملي كانوا الماجيسيان تيلعب بلي كارت وقعوا مجموعه ديال التغييرات. التغييرات شنو هي؟ الماجيسيان بدل اللبسه ديالو ما ردوش ليها البال، بدلوا لو فون اللور لو فون ديال ما ردوش ليها البال، تبدل لا ناب فوق الطبله ما ردوش ليها البال. يعني مجموعه التغييرات اللي كانت كتوقع في نفس الوقت، ولكن بما ان الطاقه كانت موجهه على لي كارت اش كيدير لو سيرفو ان سيستيم دو سيليكسيون بروسيسوس دو سيليكسيون، ما كيبقاش يبان ليه اللي ما تيهموش. وقلتي شي حاجه مهمه، الوغ شنو اللي خاص يهمنا؟ المهم. نعم. ماشي يهمنا اللي ماشي مهم، حيت الا همنا اللي ماشي مهم هو اللي كيبقى يبان لينا وهو اللي تيدير تيسكن لينا في حياتنا وتيضيع لينا الطاقه ديالنا وتيضيع الطاقه. اذا نديروا النيتواياج. كل اللي قلتيه مزيان كوتش ربيعه، دابا بقات كيفاش هذا الشيء نخدموه في حياتنا اليوميه ويكون ايجابي لينا، مثلا باش الانسان يوصل لاهدافه بطريقه اللي هي افضل. ربما هذه من احسن الوسائل باش الانسان يوصل لواحد الهدف، انه يوجه القصد ديالو والطاقه ديالته كلها لهذاك الهدف. يعني لانتونسيون كلها فوكاليزي كلها هذاك الهدف. اي هدف بغيت نوصل ليه، عندي مثلا ديبلوم بغيت نقراه، عندي مشروع عمل، عندي اي حاجه، وليداتي باغي نربيهم وكنحلم بهم كيفاش نشوفهم. اي خاص القصد ديالي يتوجه، بحال دابا وليداتي تنحلم بهم وبغيتهم يكونوا ناجحين، كيفاش هاد ناجحين؟ اذا القصد ديالي يمشي للنجاح ما يمشيش للخوف. الا خفت واش كنشوف العكس، يعني شنو غيبان ليا؟ غيبان ليا العكس ديال داك الشيء اللي بغيت ولادي يوصلوا ليه. نعم. اذا القصد ديالي فين غيمشي؟ غيمشي للسلبي. السلبي. اذا شنو اللي غيوقع في حياتي؟ السلبي. غادي ندير كل شيء باش هذاك السلبي هو اللي غادي يوقع. نعم. هذه هي اللي غنقولوا المحور الاساسي اللي خصنا نردوا معاه البال في حياتنا، حيت القصد يقدر يبدل الحياه كلها كيف ما يقدر يحطم حياه كلها. تخيل مازال هذا الشيء غادي نتكلموا فيه بزاف. يعني اون فيت منين تنهضروا معك خصوصا في مواضيع بحال هذه تنحاولوا نعطيو تفسيرات للاشياء اللي كتوقع هكذا في حياتنا، الاشياء اللي كنشوفوها. مزيان اننا نعرفوا منين جاي بعض المرات الداء، منين جاي فينا، هو السبب ديال بعض الحوايج اللي ما كنفهموهاش هكذا في حياتنا. عزه في الراديو غادي نعطي حتى لليان في الانترنت باش يشوفوا الناس بطريقه مباشره هاد التجارب اللي جات عليهم. تخيل يعني، وحتى الكتب راه كنعولوا عليك باش تعطينا خفيفه بيوغرافي على حسب كل موضوع. الو غادي ناخذ الان مكالمه من عند ايمان من مدينه الدار البيضاء. الو تفضلي ايمان بالسؤال. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي لاله ايمان. صباح الورد. مرحبا لاله. لا خليك، بغيت نزرع واحد ديالي. ايه عندي واحد ديالي بغيت نوجهو على حسب القرايه ديالو وهذا، على حسب الاخوات تبارك الله كبروا وخرجوا من الدار وقراوا، وهو عنده واحد الخوف يقول لك انا ما بغيتش نخرج من الدار نبغي نقرا ولكن نلقاه حداك، بغيت كيفاش ندير لاتونسيون، نوجد له لاتونسيون ديالو باش يتوجه ويقرا مزيان ويعرف بان واخا يخرج على برا راه دائما غادي يبقى معايا ودائما غنبقى معاه انا. نعم. هو المشكل القصد ديالو والتفكير ديالو كله موجه للدراسه. الدراسه هذه من الاسئله اللي كانت ضروري غادي تطرح.
إيمان. ألوغ الأسئلة اللي كانت غادية تطرح جوستومون لأن كيفاش نستعملوا مثلا هذه المسألة هذه حتى في الدراسة باش يبقى الإنسان فوكاليزي على لأن على ما فهمت الإبن ديالها غادي يخرج للخارج نعم. إذا هنا كاينين جوج ديال الحوايج، كاين تخوفات ديال الأم والتخوفات ديال الابن باش يمشي للخارج، وكاين هذيك العزيمه باش يمشي للخارج. الا التخوفات كانوا كبر من العزيمه معلوم القصد فين غادي يبقى، غادي يبقى في التخوف. الا كانت العزيمه كبر من التخوفات القصد فين غيولي؟ الطاقه كلها غتولي على العزيمه غتغلب على التخوفات. اذا هنا خاصها تخدم مع الوليد ديالها على العزيمه ديالو، كيفاش غتخدم عليها؟ تقول لي الا مشيتي للخارج شنو غتربح؟ تخدم على الربح، علاش غتربح وفين بغيتي توصل، ولا ما مشيتيش للخارج اش غادي يوقع؟ يعني الطاقه كلها ديال الافكار تبقى هنا في العزيمه وفي النتيجه اللي غيوصل لها الولد ديالها. باش كيولي واحد التوجيه ايجابي ديال الطاقه ديالو، ديال الطاقه فاين وغادي النتيجه من هنا عامين فين غتكون؟ 3 سنين اش غدير؟ 4 سنين اش غدير؟ نعم 5 سنين انت خديتي مثلا الدبلوم ديالك، انت نجحتي في حياتك ديالك. اذا التوجيه كله كيمشي لتحقيق الاهداف والنجاح باش هذيك الحصيله ديال الطاقه ديال العزيمه تكبر. نعم. تغلب على الطاقه التخوف والقصد كله كيولي في هذا الاتجاه. تري بيان، يعني هذه المسائل هذه نقدروا حنا نستعملوها هكذا حتى في الحياه اليوميه في العمل ديالنا في وفي مثلا في داخل البيت ممكن نستعملوا هذه المساله هذه ديال توجيه الطاقه لواحد الشيء معين. معلوم في اي مجال، اي مجال يمكن لنا نخدموا على توجيه الطاقه غير بواحد مجموعه ديال الاسئله، وهذه هي الخدمه ديال الكوتشين. نعم. ما بين العمل ديالكم العمل كوتش. التوجه ديالنا هي غير مجموعه ديال الاسئله اللي تنتسائلوا مع نفوسنا، حيت يمكننا نديروا ان اوتو كوتشين كيوجه الطاقة. قلتي على لابروش سوليسيون اللي كنا درنا، كيوجه الطاقة لواحد الاتجاه أو لاتجاه واحد آخر في جميع المجالات عزيزة. شتي ولو نكون باغي واحد النهار فقت وما قادش ندير شغل الدار، إلا بقيت تنقول أنا عيان وما قادش ونبقى نشوف راسي في المراية ونقول ويلي على حالة، أنا وجهت الطاقة ديالي كلها للتعب. وإلا قلت دابا أنا عيان ولكن وشنو غادي ندير؟ 12 خاصني كل غدا موجود وتشهيت واحد الشهيوه، الطاقه ديالي كتمشي لواحد النتيجه. نعم. وهنا تيبدا التوجيه يتغير. تري بيان، مازال غادي نتكلموا على هذا الشيء كوتش ربيعه، ومازال ناخذوا افكار هكذا، الافكار اللي مفيده في حياتكم اليوميه مشاهدينا من عندك كوتش ربيعه. من جوج حتى لاربعه غادي نكونوا معكم مباشره على امواج راديو دوزان، يمكن لكم تلتحقوا بنا، تتواصلوا معنا، تفاعلوا معنا على امواج اذاعه دوزان كيف ما قلت من جوج حتى لاربعه مباشره. شكرا لكم والى اللقاء.